تحياتي لكم الآن إلى جمعية الفنون التشكيلية العراقية، ومعاي أخوي وصديقي وعزيزي سطح الحمر. إن شاء الله راح يكون افتتاح مميز إن شاء الله بإذن الله. طبعا حاليا من الافتتاح تشوفون نبدأ الافتتاح وبدأ مسير الثقافة بالحضور وبافتتاح هذا الصوت ماهر السامرائي، وطبعا أعماله الجميلة الرائعة، أحد كبار الخزافين العراقيين. هذا هو المعرض الجميل اللي تشوفونه في هذا المعرض الرائع المميز، وأنواع الخزفيات الجميلة الراقية جدا في هذا المعرض. مثل ما تشوفون هذا جناح خاص بقسم الخزفيات الخاصة بالدول العربية المشاركة، الكويت والأردن والبحرين. هذا أحد هذه أعمالي هادي، وهذا جعفر الحمر. Thank you.
صاحبنا وحبيبنا والقمام مكان كبير والله. عن الفن التشكيلي الكويتي سابقا تسمحوا لنا نخلي الجمعيه طبعا لكم هذا اغلى شيء هذا ايوه اغلى شيء والله احلى شيء الله يسلمك نتشرف بحضورنا ومشكورين على الدعوه الكريمه تسلمون شو تقولون تنتقلونها